الرحمن الرحيم، معاكم الصيدلي محمدي، وهنتكلم النهاردة في فيديو جديد عن تقييم منتج الموفيلكس. الموفيلكس بأنواعه الثلاثة، سواء الرول، سواء الجل، سواء النانو سبراي. بالنسبة للأسعار فهو إلى حد ما سعره يعتبر كويس مقارنة بالبايو فريز أو الديب فريز. فبالنسبة ايه احسن حاجة فيهم في التلاتة، الا وهو النانو سبراي، لا الجل ولا الرول. ليه؟ عشان كلمة نانو. فالفكرة الرول والجل، يعني ده مثلا ده الجل عامل 100 جنيه، والرول عامل 100 جنيه حاليا يعني بسعر النهاردة 10/8/2023 عامل 100 و100، والنانو سبراي عامل 190. طب ليه انت ليه قلت السبراي يعني هو افضل حاجة؟ عشان بالنانو، والشركة بتبيع بثلاث حاجات، الا وهما الاوميجا 3 والاوميجا 6 والمغنيزيوم. فالاوميجا 3 والاوميجا 6 عيوبهم حاجتين. اول حاجة الامتصاص والثبات، يعني والاستابيليتي. الامتصاص فالنانو احسن حاجة فيهم بالنسبة للثبات وكده، عشان ما يزنخوش، بيتأكسدوا وبعد كده يزنخوا، فنفس الفكرة. فأحسن منتج لو هتجيب منتج من التلاتة هات الاسبري. بالنسبة للأسعار فسعرهم كويس. بالنسبة للمغنيزيوم فهو برضو يعني ده راس المثلث اللي بيتباع بيه المنتج، فهو منتج كويس يعني للأمانة. لا سواء يعني هما بتميل للترطيب اكتر، يعني سواء مثلا الاوميجا 3 والاوميجا 6 والمغنيزيوم بيميلوا للترطيب اكتر، اما كحل او كمساج فعال جدا 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 لا، ما تنتظرش النتيجة المرجوة. بالنسبة للمغنيزيوم تأثيره على سي ان اس، يعني بيقلل الاسترس وبيعمل يعني ريلاكسيشن، بس اكيد يعني بيعمل ريلاكسيشن بما انه مساج جل. وما اكثر كريمات المساج لا تخضع للتسعير الجبري. في تخليص الورق بتاعها بيكون اسهل جدا من الادوية، يعني ممكن في خلال السنة اي شركة ممكن تعمل منتج وتنزل بالمنتج بتاعها. يمكن حتى شفنا لاين الموفيليكس تبع شركة ماجستيك بايوفارما، شركة يعني ببلاش تقريبا 5 6 سنين، في مش عارف تقريبا بقى لها فترة قليلة جدا. بس الفكرة هو المنتج مايل للترطيب أكتر، سعره مقارنة بالبايو فريز والديب فريز لا هو أقل شوية، بس يعتبر غالي. يعني لو قلنا مثلا النانو سبراي ب 190، فاحنا عندنا اللهم صل على النبي البايو فريز الرول، دي الرول وده السبراي 59 مللي. السبراي ده عامل دلوقتي 230 جنيه، والرول والتانية في حوالي 190 200 جنيه، يعني في نفس الفكرة. الحجم قليل بس بيعتمدوا أكتر على المنتول اللي هو المادة الفعالة اللي موجود في النعناع وكده كمسكن وكده. فالفكرة مثلا ما بين الموفيليكس والبايو فريز أو الديب فريز وكده، يعني إيه الأفضل؟ الأفضل هو مادة طبيعية مع مادة صناعية. مادة طبيعية زي ايه؟ عندنا مادة طبيعية زي الروبالجين، يعني شركة القاهرة، يعني بجد بجد يعني أنا المنتج ده بحبه جدا 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 جدا. يعني مثلا المنتج ده بكام؟ مكتوب عليه هنا ب10 جنيهات، 10 جنيهات 20 جرام، نفس الفكرة مقارنة بمنتجات 200 جنيه. الفكرة بتكون رفاهية أكتر، لعيب مثلا وكده أكيد مش هنطلع ونفتح الأنبوبة وبعد كده نطلع وندهن له. يعني الفكره في السبراي وكده، في اللي هو في الديب فريز والبايو فريز. بالموفيليكس كترطيب بس مش كحل اكتر، انا احب المنتول اكتر من الموفيليكس او اي مثلا ماده طبيعيه، شطه، اي حاجه نفس الفكره. يعني يمكن برضو عندنا الموف مساج شركه ايفا، يبقى البايو فريز شركه ايفا والموف شركه ايفا. الموف برضو بحبه، وبرضو عندنا الفاستر مادة الشطة عموما، يعني بتعمل التهاب بره عشان تغطي على الالتهاب جوه، فالميكانيزم بتاعها حلو جدا. فالمنتول يعتبر حلو مع حاجات تانية. أما هنا أما في الموفيليكس فالأوميجا 3 و6 والمغنيزيوم، فكل حاجة لها ميزة ولها عيب. الموفيليكس ترطيب. بالنسبة كتأثيره لو هتجيبه عشان تستفيد منه أكتر حاجة هتجيب السبراي. المنتول حلو كرفاهية سواء هنا او البايو فريز او الديب فريز. عايز منتج حقيقي هتجيب مادة طبيعية زي مثلا قلنا الروبال جيم ب10 جنيه، وعندنا اللهم صل على النبي الموف مساج عامل 14 ونص، وبعد كده عندنا الفاستر. اي واحد من الثلاثة دول
اللهم صل مع ماده صناعيه. ماده صناعيه مثلا عندك الفولترين وعندك الدوكلوفين وعندك الديسبركام. ديسبركام سعره شركه المهن سعره 8 جنيه، يعني قلنا لو ده ديسبركام مع روبالجين 10 جنيه، ادي كده 18 جنيه. ماده طبيعيه مع ماده صناعيه هيتحقق السينرجيزم افكت، فنفس الفكره. فدلوقتي لو حد بيسمعني ومستثمر، يعني لو مستثمر عايز تستثمر في المساج جل، قدامك حلين: المادة الصناعية شركة ايفا عندها ايتيروكوكسيب او انسيلاكوكس. انسيلاكوكس المادة الفعالة بتاعته ايتيروكوكسيب. ايتيروكوكسيب المادة دي لو جبتها مثلا زي الديسبركام وحطيتها في حاجة، لا هتبقى هتبيع بشكل غير طبيعي. مادة فعالة جدا وحلوة جدا، اقوى من الديسبركام، اقوى من الدكلوفين، اقوى من الفولترين، وهيكون بصراحة غير طبيعية. لو عايز مادة طبيعية عندك الارنيكا وعندك اللافندر مع المنتول، فنفس الفكرة. يعني انت لو عرفت تعمل مادتين من الحاجة دي هتكون حلوة جدا 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 كاستثمار. برضو كاستثمار وكده، يعني قلنا شركة ماجستيك وكده عندها لاين حاجة اسمها بريستلنت، حاجة زي كده يعني. فالفكرة جراكن كحول في نفس الفكرة، وشركات تانية برضو بتعمل اللي هو البوفيدون ايودين اللي هو البيتادين وكده، نفس الفكرة برضو يعني. بتعمل تعاقدات مع المستشفيات او المراكز الصحية، شوف الكميات اللي بتتباع. وبرضو عندنا شركة ايبكو عندها مصنع البلاستيك. فالفكرة دايما الناس اللي بتفكر بره الصندوق. فاحنا دلوقتي جبنا المنتج، يعني اختصار الفيديو ايه؟ احنا جبنا منتج الموفيليكس، قلنا عن الرول والجل والسبراي، وقارناهم هناك كده ما بين البايو فريز والديبي فريز. بعد كده اتكلمنا عن المستقبل، قلنا اللافندر والارنيكا والمنتول، وقلنا الماده الصناعيه الا وهي ايه؟ الايتيروكوكسيب. راس المثلث احنا قلنا فوق ايه؟ لا تضع البيضه في سله واحده، وضربنا المثال بشركه ايبكو مصنع البلاستيك، والكحولات والبيتادين مع شركة ماجستيك بايو فارما. أتمنى أكون أفدت حاجة، ولو استفدت من الفيديو لايك شير سبسكرايب بالقناة. شكرا كتير، ودي كانت حلقة من حلقات تقييم المنتجات.